واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. صدق الله العظيم. ردا على ما تقوم به عصابات داعش من ظلم وفساد في البلاد وإذلال للعباد والسعي لإخماد الثورة السورية المباركة، نعلن نحن الكتائب والألوية التالية: لواء التوحيد القطاع الشرقي، لواء ثوار الرقة، كتائب شمس الشمال تابعة لألوية فجر الحرية، وحدات الحماية الشعبية، وحدات حماية المرأة، سرايا جرابلس، جبهة الأكراد، لواء أمناء الرقة، جيش القصاص، لواء الجهاد في سبيل الله، عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة باسم بركان الفرات للوقوف في وجه ظلم عصابات البغدادي داعش ومن والاها. ونطالب أولا كل العناصر المقرر بهم والمنتسب والمنتسبين لداعش ترك هذا التنظيم المجرم. ثانيا نطالب المجتمع الدولي وندعوه للقيام بواجبه على القضاء على هذا التنظيم. ثالثا نطالب كل العاملين ضد هذا التنظيم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لغرفة العمليات المشتركة. رابعا تعمل غرفة العمليات المشكلة على تحرير المناطق المغتصبة من قبل داعش وهي قرقوزاق، صرين، جرابلس، منبج وريفها، الرقة وريفها. والله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر.